واليوم للأسف وأنا من بلاد الحرمين الشريفين نرى أن حكومتها بين ظفرين تتخادم مع العدو ضد قضيتنا الأولى، قضية القدس والأقصى، ويعني تمدهم. ونحن وضعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج قبل فترة كان اسمه طريق العار البري، والذي يبدأ من موانئ أبو ظبي ثم ينتقل عبر أراضي بلاد الحرمين الشريفين لينتهي في الأردن، ثم يصب في هذا الكيان الغاصب يمده يوميا بالغذاء والدواء وما يحتاجه لمواصلة العدوان، بل ويفتح مجاله الجوي الواسع في بلاد الحرمين لطيرانهم ليقصفوا اليمن، ليصد أي صواريخ تأتي إلى هذا الكيان. فكما تفضلتم، يعني أصبح الأمر مكشوفا، فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. تمام أستاذ فؤاد، يعني دكتور فؤاد، يعني الآن تقول أنه هناك طريق بري يمتد من العربية السعودية بلاد الحرمين مثل ما سميها. أنا أعرف أنه حضرتك عندك اعتراض على كلام، يعني على مفردة السعودية، لكن هو الاسم الشائع الآن لهذه الدولة. فهناك تقول حضرتك أن هناك ممر من السعودي يمتد من السعودية إلى الأراضي المحتلة لتزويد الكيان الصهيوني بالمواد الغذائية وغيرها، موجود هذا؟ أحد طريقين، وهذا الذي اعترفت به وزيرة المواصلات في الكيان الصهيوني الغاصب. ممكن شرح، قالت ممكن توضيح أكثر، وضح لي أكثر، الله يحفظك. أقول وزيرة الكيان الصهيوني، وزيرة المواصلات الكيان الصهيوني، ظهرت في مقطع مصور ونشر على وسائل التواصل وهي تقول، يعني فخر تحمد ربها أنني انتهيت من تنسيق هذا الأمر، وأنا الآن، وهي كانت تقف في موانئ أبو ظبي أو في موانئ الإمارات، وهي تقول بعد ذلك ستنتقل الشاحنات من هذا الميناء وتدخل كما تقول بين ظفرين السعودية لتصل إلى الأردن، وهي حددت هذه الدول الثلاثة بالاسم، ثم تدخل البضائع إلى ما يسمى إسرائيل، هذا كان الغاصب. هذا طريق، هناك طريق آخر وشبه يومي يمد هذا الكيان بالنفط حتى يزود به مواد القتل وأسلحة الدمار التي يستخدمها ضد شعبنا. من أين هذا؟ من أين؟ من أين إلى أين يمده؟ نعم. من أين إلى أين هذا الطريق؟ هذا تحديدا من بلاد الحرمين، يعني يأخذ من نفط بلاد الحرمين ويزود به هذا الكيان الغاصب بشكل مستمر. الآن توصل قرابة 200 شحنة، وهي مسجلة في الضوابط ناقلات النفط وكذا، وهي مسجلة وموثقة يعني، وتمدهم بهذا النفط حتى يواصلوا عدوانهم على الشعب الأعزل البريء. يعني 200 شحنة من النفط يوميا تصل من السعودية إلى الكيان الصهيوني، هكذا لا تقول؟ عفوا، ليس 200 شحنة يوميا، لكن أقول مجموع ما نقل، تكلم أنت على ناقلات نفط، ليس يعني شاحنات صغيرة وكذا. فهذه ناقلات نفط ثبت بما لا يدع مجالا للشك قرابة 200 شحنة ضبطت إلى يوم الناس هذا.